السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي داك خوت لاباس عليكم؟ الحمد لله. الشركه تعاودوا خاصنا نتبقى في دارنا، واحد يخرج على يقضي الغرض ديالو. مرحبا بكم، ديديكاس لكم اخوتي. معكم فنان مخرج ميا مهدي. انا خرجت نقضي الامور ديالي ف لا بحال قلتي استقرار بزاف حوايج، ماشي هاد استقرار بزاف حوايج. او مرحبا مرحبا، حنا اللي لك ماما وحنا اللي لك اللي لكم خمي لقبل شي حوايج. انا نقضي شي امور دارو داتي انا معكم. شوف حنا غاديين هاد لي دودون خاصهم ينقصو شي يوم. تنعتذر انا غادي نقول نحاشك بيت الماء حاشك الزبل. يو يو هادي دار القصبة. أكيد الحاج بلاتي حنا نوقفو بلاتي. لاباس عليكم الحمد لله، كيف كتعاودو؟ حنا متواجدين في الفرهان، غادي ان شاء الله ندخلو نجيبو شوية نجيبو التحميرة ديالنا هاديك ديال الدقيق. ومرحبا بجميع، وديرو ديما حنا نخرجو للضرورة في حسب أي حاجة، ما نخرجوش من ديورنا الا الضرورة، بحال السخرة بحال لا فارماسي تطبيب اي حاجة. مرحبا مرحبا الخوت،
وديديكاس لكم على لي فاين ديالنا. مرحبا، مرحبا.